لا تزال قضية الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي تتصدر عناوين الصحف في انجلترا. صحيفة ديلي ستار قالت ان غياب محرز عن تدريبات ليستر للمرة الخامسة في الاسبوع قد تقوض حظوظه في الانتقال صيفا الى مانشستر سيتي. واكدت الصحيفة ان مصادر مقربة من سيتيزنز ذكرت ان مدرب الفريق جوزيب غوارديولا قد يصرف النظر عن الدولي الجزائري بسبب سلوكه في الآونة الأخيرة. أما صحيفة ذا سن فقد أشارت إلى أن محرز اشترط على ناديه ليستر السماح له بالمغادرة بنهاية الموسم الحالي كي يعود للتدريبات مع الفريق، فيما لا يبدو ليستر مستعدا لقبول شرط محرز. وكانت ديلي ميرر قد تساءلت أمس على صدر الصفحة الأولى من ملحقها الرياضي ساخرة: هل رأى أحد منكم محرز؟ في إشارة إلى تواصل غياب جزائري ذي 26 عاما عن تدريبات فريقه. رغم ذلك يبدي الفريق مرونة في التعامل مع الوضع وهو مستعد للصفح عن نجمه كما تقول الصحيفة وحسب تعبيرهم. ومع تصاعد الجدل حول نجم ليستر سيتي رياض محرز وتغيبه عن النادي، رصد مراسلنا سامي سهمود ردود أفعال الجماهير والصحف حول قضية اللاعب ضمن التقرير التالي. عندما يكون رياض محرز في قمة تركيزه وتألقه تحصل على أهداف عالمية كهدفه هذا ضد هدرسفيلد مطلع السنة الحالية، ولا عجب إذن أن تنتاب مشجعي الفريق حالة من الغضب والاستياء، لأن الفريق حصد نقطة واحدة من آخر مبارتين غاب عنهما صانع الألعاب الجزائري. أنا غاضب لأنني كنت في مباراة إيفرتون مساء الأربعاء وخسرنا بهدفين لهدف، ولو كان محرز يلعب لفزنا، وضد سوانزي تعادلنا ولو كان يلعب لفزنا. يجادل المقربون من محرز أن اللاعب يشعر بالخذلان لما اعتبره نقضا لوعد من إدارة نادي ليستر بالسماح له بالرحيل حال وصول العرض المناسب. هو يقول ذلك، لكن هل هذا الوعد منصوص عليه في العقد؟ لا. إذن من وعد؟ لم يعده بذلك مالك. البعض يلقي باللائمة في الأزمة التي وصلت إليها العلاقة بين اللاعب والنادي على المقربين من محرز. لقد أصبح الأمر بمثابة أضحوكة، وأعتقد أنه تلقى نصيحة سيئة. عليه أن يعود للتدريبات. لو تغيبنا نحن عن أعمالنا فسنواجه خطر الطرد. يتمتع ليستر حاليا بمركز جيد في البريمير ليج، ومن المؤكد أنه لن ينافس على مركز مؤهل لدور الأبطال، كما أنه لن يواجه خطر الهبوط. فما السبب الذي يدفع إدارة ليستر للتمسك بمحرز رغم العرض الكبير الذي قدمه مانشستر سيتي؟ لا تريد إدارة النادي 65 مليونا. رسالتهم لعالم كرة القدم أن لا تأتوا وتحاولوا الحصول على لاعب. أعتقد أن ليستر لن يقف في طريقه إذا أراد الرحيل، وإذا دفع أحدهم المبلغ المناسب فسيدفعوه. الثابت الآن أن رحيل محرز عن ليستر لن يتم قبل الصيف المقبل، وثمة حديث عن محاولات تبذلها إدارة النادي لإعادته للتدريبات بعد أن تهدأ العاصفة. أظن أنهم سيتحدثون إلى رياض أو ممثليه في الأيام المقبلة لمحاولة إيجاد حل يضمن عودته للتدريبات وللفريق. وبحسب مصادرنا فأن اللاعبين لا مشكلة لديهم مع رياض على عكس ما يشاع، لذا الأمر يتعلق بالحوار مع رياض والعودة للتدريبات. بغض النظر عن الطريقة التي سينتهي بها خلاف رياض محرز مع إدارة ناديه، إلا أن المؤكد أن اللاعب يمتلك رصيدا كبيرا لدى جماهير الفريق يجعلها تتجاوز أزمته الحالية وتستقبله بما يليق به مجددا. سامي سهمود، بي إن سبورت، من أمام ملعب كينغ باور في ليستر. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن مراسلنا سامي سهمود. أهلا بك معنا سامي. إذا محرز أو الغائب دون إجازة رسمية كما تسميه الصحف الإنجليزية لا يريد الرجوع حتى يضمن مغادرة الفريق في الصيف. الآن هناك أخبار أن ربما غوارديولا بدأ يغير رأيه، ولكن صحيح أن محرز خالف قوانين بتصرفه هذا، لم يكن تصرفا لائقا يعني رياضيا أو قانونيا لنقل، ولكن من المؤسف أن نرى تصرف الإدارة في ليستر سيتي تعامل محرز وكأننا في سوق نخاسة تقريبا بالسعر وتذهب ولا تذهب. ألا يرى الإنجليز الموضوع من هذه الزاوية؟
كلا البتة. في الواقع المشجعون الذين تحدثنا إليهم في ليستر بالأمس من أنصار الفريق يرون أن إدارة النادي محقة في موقفها. ربما ذكروا مثالا على أنه إذا ذهب لاعب بقيمة فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول بقيمة 75 مليون دولار أو 75 مليون جنيه استرليني، فإن السعر المطلوب لرياض محرز ينبغي أن يكون أكثر من ذلك. النقطة التي يتحدث عنها المشجعون هنا تتعلق بما إذا كان هناك اتفاق بين رياض محرز وإدارة النادي يتعلق بانتقاله في حال وصل العرض المناسب. طبعا كانت هناك أحاديث عن أن إدارة النادي تحدثت إلى رياض محرز بأنه إذا وصل عرض في حدود 50 مليون جنيه استرليني فسيتم السماح للاعب بالرحيل، لكن سوق الانتقالات الصيفية والشتوية الأخيرة حملت أرقام قياسية جديدة فيما يتعلق بانتقال اللاعبين، جعلت سعر رياض محرز يتضاعف من وجهة نظر النادي. طبعا رياض محرز يشعر بأنه خذل لأنه وعد بهذا الأمر، لكن كما استمعنا لأحد مشجعي ليستر، من الذي وعد رياض محرز بهذا الوعد؟ صحيح. واضح أن هذا الأمر لم يكن مكتوبا أو صحيح. لم يكن منصوص عليه في العقد الذي وقعه رياض محرز بأربع سنوات ونصف قبل عام تقريبا. نحن في عصر لم تكتب شيئا فهو ليس لك بالأكيد. على كل أسطورة ليستر نيل لينون قال في تصريح على تويتر، قال لمحرز، يخاطب محرز وهو الذي عانى أيضا من أزمة في أواخر تواجده مع الفريق مع ليستر سيتي، قال كلما عجلت بالحركة كلما كان انجلاء السحب السوداء التي تحوم فوقك سريعا. يخاطب محرز بهذه العبارة. هل يمكن تصور وضع win-win situation كما يسمى، أو وضع يفوز فيه الجميع خروجا من هذا المأزق؟ يعني واضح أن سوق الانتقالات أغلقت الآن. الوضع الوحيد الذي يمكن لرياض محرز أن ينتقل فيه أن يتم الاستغناء عنه من النادي من طرف النادي، ومن ثم يصبح لاعبا حرا يمكنه الانتقال متى شاء، ربما كحالة ربما باتريك إيفرا الذي قام فريق مارسيليا بالاستغناء عنه وانضم إلى فريق وستهام بالأمس أو قبل يومين. لكن الجميع يتحدث هنا عن أن رياض محرز ربما في المرحلة المقبلة سيعود إلى نادي ليستر بعد التوصل إلى لنقل مساومة أو اتفاق حل وسط بين الفريق وبين اللاعب. طبعا كما أشرتم في المقدمة هناك أخبار، صحيفة التايمز نقلت عن مقربين من اللاعب أنه يشترط إضافة بند في عقده يسمح له بالرحيل في الصيف من أجل العودة إلى التدريبات. هناك أيضا أخبار تحدثت عن أنه مستعد للقبول بوجود شرط جزائي في عقده، لكن هذا الشرط ينبغي أن يكون معقولا بحيث يسمح لأي نادي يرغب بضمه إليه في الصيف المقبل بأن يكون هذا المبلغ مبلغ معقول وليس مبلغ خيالي. معروف أن ليستر طلب ما يقرب من 95 مليون جنيه استرليني، ما دفع إدارة مانشستر سيتي وبيب غوارديولا تحديدا لصرف النظر عن التعاقد معه. الجميع يتحدث أن الحل الوسط في المرحلة الحالية هو بعد أن تهدأ العاصفة قليلا وبعد أن ربما يفكر رياض محرز ماليا في الأمر أن يعود إلى التدريبات وأن يتم التوصل إلى حل وسط مع إدارة ليستر. معروف أن اللاعب مهم جدا لفريق ليستر في المباراتين الأخيرتين اللتين غاب عنهما، جمع الفريق نقطة واحدة وغابت عنه التمريرات الحاسمة التي يقدمها رياض محرز. نعم، شكرا جزيلا لك سامي سهمود على كل هذه المعلومات.